ديال المشرف العام مهرجان فيستيباس تمضي الدورة الثانية عشرة من بعد ست سنوات من توقف بسبب مشاكل في التمويل، ضعف التمويل. حتى بالنسبة لهذه الدورة يعني نحن نغامر بتمويل ضعيف جدا يقتصر على دعم وزارة الثقافة ومسرح محمد الخامس، مديرية الثقافة بمكناس والجماعات وزارة بني عمار، يعني ميزانية لا يمكن أن تصلح لتنظيم مهرجان، لكن بدعم من السكان والتضامن ديالهم نستطيع أن ننجح المهرجان ولو بإمكانيات بسيطة. المهرجان فيه برنامج غني، في محاضرة افتتاحية لنهار اليوم، كذلك هناك لقاء حول رواية حسن عوريد سيرة حمار غدا في الصباح، هناك أنشطة تتعلق بالتراث اللامادي المحلي، الخرجة العيساوية ثم الخرجة الحمدوشية، هناك سهرة تكريمية يوم غد في الليل تكريم قيدوم ناس الغيوان الفنان الكبير عمر السيد، كذلك سهرة روحية من تنشيط جمعية القصبة، جمعية باب القصبة للفن الملحون من مدينة مكناس، وهناك فنانين عازفين سيشاركون معنا، محمد بن فينيف، محمد بن علي، وعبد الإله الخطابي. كذلك السهرة النهائية الاختتامية ستحييها مجموعة السهام بعد أن نكون قد اجتزنا كرنفال الحمير الحملة البيطرية في الصباح، ثم سباق السرعة على الطريق في المساء، واختيار أجمل أتنا أو حمار في المساء. ضمن جوج دورات، الدورة الأولى سنة 2001 الدورة الثانية سنة 2002 نضمناها في فصل الربيع، لكن المشكل الذي طرح علينا فصل الربيع وإن كان ما كانش يعني في الدورة الثانية أحيت السهرة في مجموعة ناس الغيوان، وكانت الأمطار تتساقط وكان الجمهور يملأ هذه الساحة، ولكن هناك مشكل ديال البرد، ديال الاستيعاب، يعني استيعاب المشاركين بالاساس، وحتى بالنسبه للدور اللي هنا تنفر، لا نتوفر على فنادق هنا، وبالتالي نعتمد على الدور التي نكتريها من بعض الناس. هناك دور، لان الاغلبيه ديال المنازل هنا ديال الاسر تاتي للعائلات ديالها من مدن اخرى من الخارج لمتابعه المهرجان، يقع لنا هذا المشكل ديال الاقامه. لهذا السبب من الدوره الثالثه بدانا ننظمه في فصل الصيف، وفي حق الوقت المناسب الجيد هو فصل الربيع، لكن يتطلب امكانيات كبيره لتجاوز هذا المشكل ديال الاقامه، ديال البرد، ديال المناخ اللي تيكون بارد وتتساقط فيه الامطار. بصفتي من المغرب المواطنه، نتمنى لك حظ سعيد وبالتوفيق ان شاء الله. مرحبا.